تعليق على هذا الفيديو. تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة نتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني. أهلا بك أستاذة رتيبة. إذا يعني خلال الساعات الأخيرة هذا هو الفيديو ربما الأوسع انتشارا والذي ما زال يشعر الجميع بالذهول، كيف تعلقين على ما رأيته؟ يعني طبعا هذا الفيديو هو انكشاف لأحد الوسائل اللا إنسانية التي تتبعها إسرائيل في حربها الممنهجة اتجاه قطاع غزة، والتي استهدفت ليس فقط البشر بكافة أنواعهم يعني تعدد طبقاتهم، سواء كانوا أطفال ولا نساء ولا مسنين، تحت ادعاء بأن من تبقى في شمال قطاع غزة هو تبقى لحماية المقاومة. ولكن هذا الفيديو لربما يكشف زيف هذه الرواية، لأن الهدف مما تقوم به إسرائيل في شمال قطاع غزة هو إفراغ شمال قطاع غزة لاستكمال مشروعها التهجيري للشعب الفلسطيني، وجعل قطاع غزة غير قابل للحياة. من استطاع الصمود حتى هذه اللحظة في ظل يعني شح الإمكانيات في شمال قطاع غزة، انعدام يعني الإمكانيات الصحية، المساعدات الغذائية والدوائية في الشمال، ولكن الناس ما زالت متبقية في بيوتها، بالأخص كبار السن والمرضى الذين لا يجدون يعني حتى قدرة على إخلاء منازلهم إلى مراكز الإيواء، أو حتى لا يستطيعوا التكيف بالتجمعات الكبيرة نتيجة احتياجاتهم الخاصة كمسنين وكمرضى. تقوم قوات الاحتلال بمهاجمتهم بكل الطرق، إن لم تستطع يعني من خلال طردهم، من خلال منع الماء عنهم ومنع الغذاء عنهم والتجويع والحصار، فهي الآن تطلق كلابها لنهش المواطنين أحياء. هذه صورة من صور البشعة التي شهدناها منذ بداية هذه الحرب، التي نكلت فيها إسرائيل بالمواطنين والمدنيين في قطاع غزة من خلال اعتقالهم عراة، من خلال التنكيل بهم، من خلال قطع أطرافهم أثناء التحقيقات لمن اعتقلتهم في سجون حتى تحت الأرض، حتى اليوم لا نعلم أين هي. هذا الفيديو هو تجسيد لهذه العقلية اللا إنسانية التي ترى في المواطن الفلسطيني بأنه ليس إنسان ولا قدر الإنسانية للجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي المحمل بالحقد ورؤية الدونية للفلسطينيين ورغبتهم في طرد الفلسطينيين ممكن أن تستخدم كل الوسائل، ليس فقط الأسلحة المحرمة دولية والفسفور الأبيض والدماء والقنابل التدميرية، وإنما أيضا اليوم تدخل الكلاب ونهش ضمن هذه المعركة المستعرة وضمن هذا الهجوم والخطة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من قطاع غزة. يعني هذه الصورة تجسد مدى وحشية الاحتلال ومدى إصرار المواطن الفلسطيني بالتمسك في بيته الذي لا يوجد له بديل عنه حتى هذه اللحظة. نعم، يعني أستاذة رتيبة، كيف من الممكن أن يعني تعبر هذه يعني فيديو كهذا الفيديو الذي رأيناه هو واحد من مجموعة كبيرة من الانتهاكات التي تمارس ضد الفلسطينيين؟ ربما هذا الفيديو تم تسريبه، لكن هناك الآلاف من الممارسات اللا إنسانية تمارس ضد الفلسطينيين في كل يوم، في كل يوم يعني بشكل حقيقي، ومن يعيش على الأرض يعرف هذا الأمر بشكل جيد. كيف يجب أن يتم استخدام هذه المواد الإعلامية لمحاكمة إسرائيل؟ يعني أعتقد أن هنالك أصبح وعي كبير جدا، ليس فقط للشارع الفلسطيني والجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بأهمية توثيق هذه الحالات الفردية بجانب طبعا القضايا الجماعية المتعلقة بإبادة الشعب الفلسطيني لاستخدامها كأدلة في المحاكم. اليوم أصبح لدينا خبرة جيدة من خلال المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المعترف فيها في مجلس حقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. وطبعا يعني نحن نرى أن المفوضة المسؤولة عن ملف الفلسطيني هي دائمة الدفاع عن القضايا الفلسطينية، من كثر المشاهدات التي تصلها ومن كثر الشهادات الحية والتوثيق لما يحدث في الأراضي الفلسطينية. طبعا هي ممنوعة وطاقمها من دخول الأراضي الفلسطينية لإجراء التحقيقات، ولكن هذه الشهادات يتم توثيقها وفق آليات الأمم المتحدة المعترف فيها، وتسجيل هذه الحالات لاستخدامها في التقارير الأممية. ونحن نسمع بشكل يومي عن تقارير أممية تخرج، سواء كانت من منظمة الصحة العالمية، من اليونيسف، من الأمم المتحدة، من الأونروا، بخصوص هذه الانتهاكات. وكل هذه التقارير المستندة
معتمدة على الحالات الفردية والجماعية، وتوثيق هذه الحالات ستستخدم كأدلة ضد إسرائيل في ارتكابها مجازر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستخدامها طبعا جرائم الحرب بحسب توصيف القانون الدولي لجرائم الحرب، واستخدامها طبعا جميعها كأدلة في محكمة العدل الدولية. نحن ندعم يعني الدول التي أو نشكر الدول التي انضمت لجنوب إفريقيا في المحكمة في خصوص الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير المواد والشهادات الحية لإثبات تورط إسرائيل في هذه الجرائم على المدى القريب طبعا وعلى المدى الطويل، والأثار المنعكسة على هذه الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدراته. نعم، إذن أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة الأستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني.